بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. من الصراط المقام المغفور له باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله. يا سادة تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ فاروق احمد بوذ القارئ والمقيم بكفر الشيخ خليل من فيا ندعو له بالتوفيق ولنا ولهم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إِنَّ اللَّهَ
يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم ذلكم الله فأنى تؤفكون وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير الله ذلك تقدير العزيز ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وَرَأَى
ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنا أول مرة وتركتم ما خولناكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى ذلكم الله فأنى تؤفكون
ذلكم الله فأنى تؤفكون. من
قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون فأخرجنا به نبات كل شيء أخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها Oh,
الباب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ومن النخل من طير
ضلعها قنوان دانية ومن والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحان سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم
سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع وخلق كل شيء ذلكم الله ربكم لا خالق كل شيء هو خالق كل شيء
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بديع السماوات والأرض أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو هو خالق كل شيء فاعبدوه. لا تدركون أبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه.
صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراده معنا فعليه بالقرآن. سبقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وكذا إخوة الإيمان والإسلام، إشنا مع زي التلاوة القرآنية المباركة التي تلا على ما سمح حضراتكم القارئ الجمهورية مصر العربية، القارئ الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ فريق احمد ديب، القارئ والمقيم بكفر الشيخ خليل مركز شبير دون محافظة المنوفية. ركبت الاذاعة والانوار الكهربائية والمعرض الفني للفراشة، ادارة حسين ابو طحون بالنور، القراءة القادمة لقارئ الجمهورية مصر العربية، القارئ والمقيم لمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان، القارئ والمقيم بمركز ومدينة بركة السبع السنفية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع.